ستتميز الحالة الجوية عامة بنزول أمطار أو زخات رعدية بالواجهة المتوسطية، الريف، السايس، الأطلس، سوس وبالمنطقة الشرقية، هذا مع نزول أمطار متفرقة شمال المملكة، إضافة إلى نزول بعض الثلوج فوق الأطلسين الكبير والمتوسط وبقمم الريف. أجواء باردة نوعا ما بالأطلس وبالجنوب الشرقي، كما سنلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي مصحوبة بتناثر حبات من الغبار محليا. بحر هائج بالبوغاز، بحر هائج إلى قوي الهيجان، محليا قليل الهيجان ما بين طرفي والعيون. درجات الحرارة الدنيا تعادل 11 درجة بطنجة، 8 درجات بالرباط، 9 درجات بالدار البيضاء، 9 درجات بأسفي، 7 درجات بمراكش، 10 درجات بأقادير، و15 درجة بالداخلة. أما بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى فتعادل 13 درجة بطنجة، 17 درجة بكل من الرباط والدار البيضاء، 15 درجة بأسفي ومراكش، 16 درجة بأقادير و22 درجة بالداخلة.